يكون معاك قنبله ذريه داخل غرفه خلع الملابس. طيب في بلاك فرايديز يوم الجمعه اللي جاي، وال جي عامل عروض خاصه جدا. بلاك فرايدي ده في حاجه في العالم هو كله. فرايدي واحد مش فرايديز يعني. انا قلت فرايدي، انت قلت فرايديز يعني. انت هو عايز ياكل، عايز هو فرايدي واحد يعني، هو بلاك فرايدي واحد. انا قلت قصه الاولانيه صح، هو القميص مزغلل عليه، القميص ده مزغلل عليه. انا ممكن انت قمت معاه على طول على طول، مسكت الكمانجه ودخلت في الفرقه على طول في البلاك فرايدي. ان شاء الله ال جي عامل هو عنده بلاك فرايدي بشكل كبير. تسمع مزيكا؟ يلا تسمع ايه؟ عايز تسمع انت بتسمع مزيكا؟ ده ايه، برنامج اغاني وغني؟ لا انت بتسمع مزيكا طبعا. احلى اغنيه ايه السنه دي؟ احلى اغنيه ايه؟ كاي عربي؟ مش عارف، مفيش. انا بحب كايروكي جدا. انا بحب لارا اسكندر جدا، اغنيه طابور احلى اغنيه السنه دي. طابور؟ لا مش هنسمعها، انا حازم في الطريق دلوقتي. ملطشه القلوب، بحب ملطشه القلوب، حلوه في الاخر. ايه ملطشه القلوب؟ لسه نازله جديد. ايه بتاعت مين دي؟ بتاعت واحد جديد مش عارفه، بس حلوه يعني. يعني ايه واحد جديد مش عارف؟ مش فاكر اسمه ايه بقى، لسه جديد يعني فعلا. وعايم في بحر، بسمعها في الفرايدي. انت عارف بتاعت مين؟ لا مش عارف بتاعت مين. عايم في بحر الغدر صح؟ حلوه. طبعا. لا مش عارف بتاعت مين. حمو بيكا تقريبا صح؟ مش عارف، بس حلو عامل في بعرف. خدت حاجات كويسه في الصيف برضه. انت بتسمع وانغام؟ انا عجبك كابتن حازم. وانغام عامله اغاني حلوه، وشيرين عامله اغاني حلوه. لا في حاجات كتير السنه دي كويسه. احنا اللي دخلنا في الليله دي مش عارف احنا اللي دخلنا في الليله. هو كان بس يحاول، كان بيحاول يلغوش على فرايدي. نطلع فاصل.